انا الالماني ولا السيد ويك برنس بنجيب الشغل اللي هو البلاستيك بنغسله في السهريج هنا في البطاط بعد كده بنخش المرحله الثانيه في السهريج الثاني بيتغسل بعد كده ده البانيو في ميه بس بنشطفه فيه بعد كده بيخش في السايلو بعد ما بيخش في السايلو بيتعبى في الشكايه بعد الشكايه بندخله هو على المكنه بيتخرز في المكنه بعد كده بيطلع ايه مخرز نفسه